برضه سؤال عن السرحان في الصلاة وأنا بمل بسرعة. بصوا يا أحبائي، الصلاة عاوزة جهاد. القديسين يقولوا أكتر جهاد يعجب ربنا التعب في الصلاة. أنتوا بتتعبوا في الشغل وبتتعبوا في المذاكرة وبتتعبوا في الرياضة، تيجوا عند ربنا مستخسرين تتعبوا؟ التعب في الصلاة أغلى تعب عند ربنا، لأن معناه أنت بتحبه بجد. فالتعب ده يجي بإيه؟ إنك متركز، التركيز متعب. تعمل مطانيات، مطانيات ممكن تتعبك. ترفع ايديك، رفع الايد متعب، زي موسى لما كان رفع ايده كانوا بيضعف كل شوية. انك انت تصلي صلوات طويلة من الاجبية، التعب ده عند ربنا غالي، اسمه جهاد. يعني انت بتجتهد، وبالتالي ربنا يقدر جهادك ويقدر تعبك، يديك نعمة بقى، يفرحك بالصلاة، يحرك قلبك، يعزيك، ينقي افكارك، يكافئك على صلاتك. انما انت عاوز تكر ابانا الذي وتعتبر نفسك صليت، طب ما انت ما عملتش حاجه، ما تعبتش. فالتعب في الصلاه محبوب عند ربنا، انك تقاوم السرحان والتشتيت، لان المسيح قال ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل. ولا يمل يعني اكسر الملل، اوح مع الملل.